مرحبا ومسهلا يا كحلي. يا هلا. ازيك يا وحش؟ والله الحمد لله بخير. مية مية؟ انت بخير الحين؟ ان شاء الله تبارك الله. انا بسألك سؤال. وش؟ انت وزنك ليه كذا خفيف؟ والله يا ابو الشباب هذا خلق الله اول شيء. لا خلق الله ونعم بالله، بس ليش ما بتتريش؟ انا جيت ابو 6 شهور ترى. يعني اللي يقول لك حنا عيال 9 هذا لا يكذب عليك. السؤال ولا هم. ها انا جنبك ترفع صوت اللي لا تسوي لك هد الحين اجيب لك صداع في راسك. لا ترفع صوتك وانا جنبي احترمني. انا مغرى انا ابن الحلال عندي الطبله اليسرى ما اسمع منها ولا اسمع صوتك زين. ايش انا اسف بدأت معك بعنف انا اسف. لا يا ابن الحلال لا تستعجل على الردى يا كحلي، لا تستعجل يا مال الشحم. ان شاء الله تبارك الرحمن. يعني سبه دي ولا لا؟ سبه ولا شيء؟ لا شكلها سبه. لا ما سبه خطير. قال لي مال الشحم. والله الشحم انا اعرف انه في التيس ما ادري عندك يعني وجه علوم ثانيه يا مال الشحم. يعني يعني فالك الشحم. فالك الشحم والعلوم الغامضه. اقول انتبر انت انتبر انا كمان اسالك. ايه طيب انتبر يا ابو يا مال فلوس الشحم يعني. طيب بسالك يا ابو يا ابو كحلي. ايه تسال تفضل. ليش وش الفائده من الاجسام هذه؟ لا هذه رياضه. هذه رياضه تعطيك القوه تعطيك الحماس. ما يمشعك ها؟ ما يمشعك الحديد يوم تتله من السقف؟ الدفرنس يوم تشيل فرع راسك ما يعولك؟ الله يفرع راسك انت مو انا. استغفر الله استغفر الله. حريف يصدر. ترى الشجاعه ابعلمك تراها في القلب. اشهد ان لا اله الا الله. هذه تعرف يعني ايه؟ يعني بدأت اتوتر. هذه في ايران ولا؟ اقول لا 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 اله الا الله. والله دي احسب انه فار. انت تشوف دحين نفسك انك شديد؟ ايه شديد. انا اشرب حليب نياقة كحلي. طيب وش كان؟ وش تشرب انت؟ اشرب حليب نيدو. اه حليب النيدو لا غنيت عليك بالفوز ان شاء الله. يا حبيبي لا اسمع ايه لا اسمع. تحسب اسطول هذا اللي تشيلها ايه فالنادي انها تفتكك مني. ايه طيب يلا الميدان هو اللي يوضح يا حبيبي لا تتكلم. خلي احد يصور وخلي متابعينك هم اللي يشهدوا. والله؟ ايه والله. يعني ما ما انكم مستسلم؟ لا والله. ها ابو الرجال ده كحلي ترى يشرب ديم خلفان. ايه سيرك تحمل مسؤولية. ترى احنا خارج المسؤولية. انت تعبان من النيدو. وش خلفان خلف يا غازي وش يقولون ربعك؟ خلفات يعني توها جابت الولد حقها وصار حليبها طازج. ان شاء الله خير الميدان اقول الميدان بس. طيب ها قم يلا قم. امك حالة بتن على خشمك قم. تعال الميدان هنا. يلا ماشي. استغفر الله. يا الله يا مخلي انا الحكم. انت الحليب النياق ابليسك يا كحلي. يا شي مزحك شي لا ايش اكتب لا تقطع ابليسي ولا اقطع ابليسك. انا بس حبيت ابين لك بان انت بين نار وغار. اي والله اي والله يوم يعطيك العافية. احنا كان عاد شرب حليب النياق حلق والعكس بعد اسطول بكم تشريها اللي تلعبها. ايش قلت قبل شوي؟ احنا كنا نحط في اسطول النيدو اسمنت، واحد يمين واحد يسار ونمد الماسوره. بس ما انفعت معي. والله اضحك في غير عقلي. تسلم الله يا صديقي. الله يسعدك يا علي العجل جنبك.